السلام عليكم البنات، تنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. كما تشوفون اليوم هنا في سري السواني في الليل مع الساعة الوحدة وقيلة، هادي خرجنا نتبردوا شوية. كاينة الحرارة، الحرارة بزاف بزاف كاينة. المهم خرجنا نتبردوا واحد شوية، جانا الصهد. المهم البنات كما تشوفوا الدنيا خاوية، ماشي بحال المعتاد، ماشي كما تتكون انتوما. تنتمنوا يا ربي يرفع علينا ربي هذا الوباء ويرحم موتانا وموتى المسلمين. الصراحة الله شنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم البنات بغيت نقول لكم سبب الغياب ديالي هو انني كنت مريضه وكانت عندي بعض المشاكل، فما غاديش نقول لكم المشاكل ديالي، غنحاولوا نساو علينا هذا الشيء. المهم خليكم معنا البنات، هانتوما شوفوا الدنيا كي دايره غزاله تبارك الله، فنه واحد الهدوء والبروده. يلا حبيباتي هانتوما شوف كيف تتبان الدنيا من هنا ومن هنا عاوتاني. الحمد لله رب العالمين على كل حال. عين وعين هانتوما شوفوا. السلام عليكم. شوف كيف تتبان لاباس، كلشي بخير، يا رائع. حيدي يديك، دير واحد لايك. المهم هانتوما البنات معانا، ضربوا دويره وغادي نمشيو ندخلوا بحالنا للدار. هذا هو الجانب الاخر ديال الساريج، كما تشوفوا الدنيا خاويه. هذه البلاصه، هذا المكان الناس بنت الناس اللي عارفينه راه تيكون عامر، تيكون لافوار و... ايوا الحمد لله على كل حال، هذا الشيء اللي قسم الله. المهم البنات هانتوما معانا، الا كنت غادي نمشي شي بلاصه ما كنتش غنمشي شي بلاصه، غتبقاو معايا ان شاء الله. السلام عليكم. المهم البنات غادي نمشي واقيلا بحالاتنا للدار، الدنيا خاويه وما كاين ما يتشاف صراحه الله، هي الشوارع وهذا فيديو درتو على قبل الوقت اللي انا غبت فيه، فكانت عندي ظروف كما قلت لكم. الحمد لله دابا الامور زادت ولله الحمد، نتمنى من الله ربي يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله. يا جاكم البوبوش زوين وحمص كامون مازال ما لذيذ لذيذ. انا هذه الزلافه الثانيه، توحشنا هذه الكليسات بزاف والله الا توحشنا هذه الكليسات، بسيطه ولكن تتفاجئ القلب. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. It's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one who showed me if we're together. المهم البنات ان شاء الله بحول الله غادي نرجع للبيت ديالي وغادي نشرح لكم عن الاسباب ديال الغياب ديالي صراحه. كان المهم البنات كما قلت لكم فقط مدينه مكناس تقريبا شي بالخاليه، يعني خاويه ماشي بحال المعتاد بحال الصيف، اي صيف تيجي بسبب هذا المرض هذا. الله يلطف بينا يا ربي والله يرفع علينا هذا الوباء و وتصحيح القلوب وان شاء الله يكون كل شيء على خير. كما قلت لكم البنات السبب ديال الغياب ديالي
اللي هو كان عندي ظرف، كان عندي ظروف اللي هي شويه قاسحه، اللي منها الموت ديال الخاله ديال الام ديالي اللي هي كانت خالتي تاع انا وعزيزه عليا الله يرحمها وسكنها فسيح جناته. كانت صدمة علينا الصراحة الله قوية، ما نويناهاش مسكينة تموت. واحد المرأة طيبة بزاف، طيبة لواحد الدرجة ما نقول لكمش، واحد المرأة اللي تشرف أي إنسان بالمعرفة ديالها الله يرحمها والله يوسع عليها. وجاتنا قاسحة خصوصا أننا عدمت لي أختي أخويا وأختي، يعني ما سهلش. المهم البنات، وكذلك بقوة الضغوطات والتعب أنا مرضت والحمد لله دابا كل شيء الأمور مزيانة وكل شيء مزيان. وتوحشكم بزاف وإن شاء الله غادي نرجع لكم بالإيجابي، نرجع لكم بالحويجات الزوينين، الحويجات إن شاء الله اللي غيعجبوكم وغتفرحوا لي اليوم. المهم أنا بغيت نشكر الناس اللي تيسولوا عليا في التعليقات وتيقولوا لي فين مشيتي، علاش غبرتي. بغيت نقول لهم شكرا من كل قلبي للاخوان ديالي والاخوات ديالي، تنقول لهم كلكم عزاز. وغادي نرجع للمتتبعين ديالي اللي انا عزيزه عليهم، وتنتمنى من الله تنتمنى من الله عز وجل الشفاء للناس اللي هما مرض مساكن. يا ربي تشافيهم يا ربي، وتشافي جميع مرضى المسلمين، ماشي غير من الوباء ولا من جميع الامراض يا ربي اللي جات للصحه تضر. المهم البنات، ان شاء الله غادي تشوفوا الجديد، وتنتمنى الله ما يحشمنيش معكم، وهانتم معايا حتى نوصل للدار ان شاء الله. البنات بنتي بغات تقول لكم شي حاجه، يلا قولي لي. انتم قلت لكم ديروا ديسلايك وبارطاجي، ولكن شنو؟ ولكن لي لايك ديروا لي ابوني. شحال بغيتيهم يوصلونا في الفيديو القادم؟ ما كانت هي 10000 لايك، هي 10000 لايك. مرحبا، هي 10000 لايك. سمعتوا شنو قال؟ قلت لك وصلوها ل 10000 لايك ان شاء الله بحول. وديما الجديد مع يوميات ام هبه المكناسيه ان شاء الله. بيسو ليكم كاملين. المهم البنات، انا وصلت لداري، شنقول لكم تصبحوا على خير ونشوفكم في ساعه اخرى ان شاء الله وفي فيديو جديد. هذا غير فيديو توضيحي لسبب الغياب ديالي، يعني كان اسباب، وربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله بحول الله. وشكرا للمتتبعين ديالي، وتصبحوا على خير، وباي باي عليكم.